يا أهلا وصباح الخير أو مساء الخير على حسب متى تشوفون هذا الفيديو. طبعا ما أصدق كيف صرنا يوم 10 رمضان، ما أدري كيف مرت 10 أيام بسرعة مو طبيعية، كأنه أمس أول يوم رمضان. لكن الله يعيننا على صيامه وقيامه يا رب. الأيام صدق تركض ركض برمضان مو طبيعي، والوقت مرة قصير مرة، فصدق صدق ما ألقى وقت إني أصور أي شيء، لا سناب ولا هنا. فاليوم قررت إني أصور لأننا إن شاء الله راح نسوي جمعة بنات عماتي، بس إحنا وبنات عماتي، يعني مش إنه جمعة عائلية كبيرة. فبس هذا البلان اليوم، بأخذكم معي بتفاصيل اليوم، بتجهز الفطور، بأشتغل شوي، عندي كم شغلة على الجهاز، وبعدين عاد راح نتجهز للعشاء. طبعا أنا مستحيل أصير سارة إذا هذا المكتب مرتب، دايما حوسة دايما حوسة مو عادي. هذه اصلا مو مكانها هنا، وهذه بعد مكانها هنا، هذا راح اخليه هنا لاني راح استعمله اصلا في الليل. هذا للاسف قاعد يسرب وحايس علي الدرج، ما ادري اذا تشوفون بس هنا كله زيت، فاحتاج اني انظف هذا الدرج. طبعا انا ابدا مو بجوي اشتغل برمضان بالنهار، يعني احس تعب وما اكون مركزة، خصوصا اذا التصاميم وكذا. لكن للاسف هالمرة احتاج اني اشتغل، عشان قلت لكم بطلع بعد التراويح، فما راح افضى. انا دايما اخلي شغلي بعد التراويح، يكون وقت كذا مره. من البرامج اللي عجبتني مره برمضان اللي هو سين حق احمد الشقيري، فاذا كان في حلقه كذا اشوفها وانا اشتغل، ممتع مره ممتع صدق. خلاص قرب وقت الفطور، تقريبا الساعه الحين 45 دقيقة. أبدأ الحين بروتين ما قبل الفطور، أحب أبخ الصالة بهذا البخاخ اللي هو من شاكرا، بس قرب يخلص وأحس ودي أجرب روائح ثانية. فإذا تعرفون بخاخات غرف حلوة روائحها جميلة كذا، بصراحة مرة أحتاج. ومن الأشياء اللي سهلت علي مرة تجهيز طاولة الفطور، أني خلاص هذه الأشياء حتى لو غسلت الدلة أرجع أحطها بهالمكان، عشان مرة واحدة ما أجلس أطلع كل شيء من الدولاب مرة ثانية. فهذه الصينية ثابتة طول الشهر، حتى الفناجيل وصحون التمر وكل شيء، بس أعبي صحن التمر وأعبي صحن القشطة بالقشطة من الثلاجة. وهنا عندنا الصحون، بس أحط المناشف هذه بمكانها، ويكون عندنا السيت اب تقريبا جاهز. كل يوم أسوي نفس الشيء. وهذا التمر اللي نستخدمه طبعا لا اعلان ولا غيره، بس انه مرة احب تمر الخلاص على الفطور مع القشطة، خيال. فزوجي شرى من هذا الموقع اللي هو اطايب التمور، مرة مرة لذيذ وصدق، يعني تمرهم مرة مرة كويس. استخدم هذه العلبة القزاز واحط فيها التمر اول ما افتحه من التغليف، لانه اريح لي مرة اني احط كل التمر في علبة قزاز، ما أصير كل شوي فاتحة التغليف مرة ثانية. عاد هذا حلانا اليوم، أحسكم بتقولون ما عندك إلا هالحلا، بس صادف إن أول يوم رمضان أكلناه والحين أكلناه، ترى مو كل يوم أسويه، بس صدق إنه لذيذ وخفيف على المعدة. بالنسبة للقهوة، أنا ما أشرب قهوة عربية، بس زوجي، فأسوي له هذه. بصراحة هو جابها وهو يحبها، فأنا ما أدري إيش طعمها، حتى أحط بس ملعقة واحدة لأنه حق شخص واحد بس. One eternity later. توي ماخذة شاور وسويت سكراب، وأحس أحلى شعور بالدنيا صدق لما تسوي سكراب. والحين ببدأ ترطيب، وباخذكم معي بروتيني حق الميك اب، بسوي ميك اب خفيف. بس قبلها ودي أروح أخذ لي حلا وقهوة، لأني ما تقهويت المغرب، فأحس مرة أحتاج كذا قهوة والحلا. يعني أقول لك، 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 أقول
كذا ضبطنا القهوة، طبعا سويت لي شوت واحد لأن بنت قهوة هناك أكيد، بس حبيت كذا أصحصح. وطلعت لي 4 حبات من البوف، معلش. وبأشوف الحين حلقة من أمينة حاف. طبعا مسلسلات رمضان صراحة الخليجية من سيء إلى أسوأ، ما في ولا مسلسل يعني حلو صراحة. ما شفت الناجية الوحيدة، بس مارغريت صراحة فاشل إلى الآن ما شدني، فبأشوف أمينة حاف حلقة اليوم وبأتجهز معاكم. وين تبو الناس؟ ما كملتي جويتج؟ ما علي حبيت، ما علي أبيت الجنزين حصة وما بينقص شيء. طبعا حسينا بما ان ما في اجواء رمضانية هالسنة، ما في جمعات، فحتى جمعتنا البسيطة راح نكشخ فيها ونلبس جلابيات وكذا. فهذه الجلابية اللي راح البسها اليوم، اموت عليها هالجلابية قد ما هي سمبل، مرة بسيطة، اخذتها من الكويت قبل سنتين الظاهر، مرة تعجبني صدق، بسيطة وفيها كل الديتيلز حقت رمضان، يعني مرة حابتها. وبألبس معاها هذا الفلات، ما راح البس شيء يعني كعب وكذا، بس عشان اكسر اللون وعشان يكون مريح. وبس بنسق معه طبعا الاكسسوارات المجوهرات والساعه وكذا، ومره بيطلع لك حلو ان شاء الله. الخطوه الاولى بعد ما اطلع من الشاور احط كريم او شيا باتر او اي زبده عندي للجسم، واحط معاها اي مسك انا احبه يعني او استخدمه هالفتره. الحين طايحه في العود مسك من عبد الصمد القرشي، يجنن يعني. سحبت على مسك الجسم هذا احلى فيه، شوي عود يعني نتفه يعني مو بقوي، بس انه مره ريحته حلوه. واثبت المسك بهالبودره من استي لودر اللي هي بريحه عطر بيوتيفل، اللي يعرفون عطر بيوتيفل ويحبونه بيعشقون هالبودره. قبل ما ابدا ميك اب عاده احب اني ارطب اول شيء شفايفي، فاستخدم هذا الليب جلو من ديور، مره حلو يعطي شفايفي لون وردي خفيف ويرطبها، عشان في نهايه الميك اب احط روج فتكون شفايفي جاهزه. وأحط شوي من هذا مورفي بخاخ، أستخدمه صراحة كبرايمر قبل ما أحط الميك اب، أحسه شوي يرطب وجهي. بالنسبة للميك اب مرة ما أحب أني أبالغ، يعني خطواتي مرة بسيطة، خصوصا للفونديشن ما أحب أستخدم فونديشن نادرا مرة، بس إذا حبيت أن أحط تغطية خفيفة أستخدم هذا الكونسيلر من نارس أحبه مرة. وفوقه أحط هذه الباودر من تو فيست تعجبني مرة. طبعا هي يجي معاها السفنجة هذه، بس انا ما احبها، واستخدمها مع هذه الفرشة، مرة يطلع تغطية خفيفة وبسيطة وحلوة. هذا بالنسبة للفونديشن. اما البلاشر احب استخدم هذا البلاش، بس انتبهوا بنات حطوا نقطة واحدة، يعني مرة ثقيل، اذا كثرتوا يصير مرة مو حلو، فنقطة مرة بسيطة تكفي وجهك كامل. بالنسبة للآي شادو اموت على باليت هدى بيوتي اللي هو النيو نود، أتوقع أكثر من مرة شفتوه عندي بالقناة، أحب مرة درجات البينك ودرجات اللمعة اللي فيه، خيال مرة تعجبني، لأنها تطلع لون عيوني مرة أحلى من الصدق، ما أدري كيف، بس إنه أحس الألوان الوردية تحلي عيوني أكثر من أي لون. وأرسم حواجبي بهذا القلم من بينيفيت اللي هو Precisely My Brow Pencil، مرة يعجبني، ودرجتي فيه 4 بوينت. وأثبت حواجبي بهذا الجل اللي يثبت الحواجب من بينيفيت. واخيرا استخدم هذه المسكرة من سيفورا. راح اخذ هذه الشنطة، بصراحة اموت عليها وما البسها دايم، مرة حلوة، لونها اخضر زيتي كذا، من براند سعودي اسمه NS Leather، يومية. فبأحط الاغراض اللي فيها هنا، راح اخذ الروج اللي حطيت. الحين مع فقرة عطر اليوم راح استخدم هذا العطر، هو سامبل جاني من ديور، ودي اني اجرب. كيوت مرة، سومي مضبط الكورنر حق الكوفي بستايل رمضاني، حبيت، مرة كيوت. هذا السويت وصلني من لكجري سويت، مرة حبيت شغلها، هي متخصصة بالقرص عقالي، أحب مرة لما شخص يكون متخصص بشيء ويبدع فيه، بصراحة شكله مرة حلو مبدئيا يعني. شوفوا شلون حاطة الصوص حق القرص عقالي بهذه الغبارة، خلني بأفتحها لكم. ما شاء الله تبارك الله، الريحة تحكي
تبكي تبارك الله. مرة حبيت البرزنتيشن صدق، يعني مرة يواجه لو بتاخذون عزيمة. شوفوا كيف حاطة الصوص. طبعا هي قالت لي بكل أمانة قولي رايك، إذا ما عجبك لا تتكلمين عنه، بس أنا تكلمت عنه من البداية لأن شكله عجبني، وبإذن الله بذوقه وبعطيكم رايي بكل صراحة. شوفوا طلعنا بريك قهوة، وإذا كنتوا تتوقعون أنكم محظوظين تذكروا أن بيت أختي على بعد خطوات عن ستاربكس، وكثير أشياء صراحة، بس أن ستاربكس مرة مرة قريب. بس هذا صح؟ أي. يا ربي أكره الحوسة اللي بعد العزيمة بشكل، بس أشوى صراحة مو مرة يعني حوسة. الوضع في السليم. الحين بمسح الميك اب، فبأستخدم هذا الشيء. صراحة آخر مرة ما استخدمته لأن أحس يبغاله ميك اب كذا ثقيل أجربه على كونسيلر وكذا، فقررت إني أجربه. هو جاي زي الكريم قوامه كأنه فازلين. راح أجرب. شوف شلون عاد أنا بشرتي دهنية الله يستر، لكن شكله حلو، بجربه وبقولك. بصراحة بأكمل أستخدمه لأن أحسه ألطف بكثير من مزيل الميك اب العادي. يعني شلت ميك اب عيوني والمسكرة بدون ما يعني أفرك عيوني بقوة أو يطيح رموش أو شيء زي كذا، بالعكس مرة كان لطيف. هذا تقييمي له مبدئيا. وبكذا يكون خلص يومي. طبعا هذا الوقت اللي من بعد السحور يكون وقت الاستكنان، الساعة تقريبا 3:15 لين أذان الفجر. أشوف لي شغلة، ولا إذا عندي شغل أخلصه، ولا أشوف مسلسل، فيكون كذا وقت رايق أسوي روتيني المسائي وكذا. وبس إن شاء الله أشوفكم بفيديو ثاني، أتمنى تكونون انبسطتوا. لا تنسون تسوون لي آد بمواقع التواصل الاجتماعي سناب شات وإنستغرام، وإلى أن أشوفكم بفيديو ثاني، مع السلامة.